السلامة الديمقراطية الجماعة القومية في دولة فرنسا اسم فرنس كجروب رفاق في اللجنة كل الفيدراليات في دولة فرنسا رسالة صوتية ده عضو من قيادة الحركة رسل توضيح لما جرت من خلال الأسبوع الفات وشكل الحيثيات بتاع طيب دقيقة ألو أي ألو طيب أزول ده عامل لي إزعاج ومشغل هناك حبيبنا. الموضوع بسيط جدا يا حد الشبكة شايفة؟ مع السلامة. فصلت الشبكة. موضوع بسيط تقلق بتقاطينا أنا؟ موضوع بسيط فصلت الشبكة. وداني يا ظلام الحب. المكالمات الصوتية دي بيشتغل بدون شبكة. الجماري ده الصوت بتاع الزول هو مشغل اللايف هناك وسامعيني كويس. بكرر تاني طيب مجنون في مخك ولا شنو يا زول؟ كده فصلنا الشبكه. اما التلفون العام شغال يا هدى. دي تلفونات اتنين. تلفون العام شغال. التلفون التاني ده عشان عنده رقم. بحذرك بجيك. طيب بجيك ببلك. بكرر تاني. الحريه لدى السلامه الديمقراطيه تجيلكم رفاق في الجماعة القومية في دولة فرنسا اسم فرنس كجروب رفاق في اللجنة كل الفيدراليات في دولة فرنسا رسالة صوتية ده عضو من قيادة الحركة رسل توضيح لما جرت من خلال الأسبوع الفات وشكل الحيثيات بتاع قطاع الطلاب الجبهة الشعبية المتحدة والتفاصيل. أتمنى أن رفاق يكون في شماعة يصرف التسجيلات الصوتية في أي جروب نوعي معه ولا خاص وظل التوضين ورفاق يكون حريصين ما يتوظف في أي حال من الأحوال. وأنا شاكر مقدر دمتم دائما قناتكم قنجرة مسموعة في عناق الطوارئ. طيب ده قلم قاعد في فرنسا مكتب عبيد بتاع عبد الواحد فقال لي ما تفك كل مكالمات دي ما تتسرب. دي ما المكالمة ده بس دي توصية وصام بس. يلا دي المكالمات امسك راح. هذا الحريه والعدل السلام الديمقراطيه تحيه لحركه جيش تحرير السودان ولشهداء ولشهداء الوطن ولكل قاده حركه تحرير السودان من مختلف مقاماتهم ومواقعهم التنظيميه. تحيه لرفاقنا في مطلع الخريجين والفئات. تحية للمكاتب المدنية. تحية للمكاتب النازحين واللاجئين. تحية للطلاب في مركزية جامعة الجنينة في إطار التنوير المستمر وقضايا التنظيم الشائكة خاصة في القطاع الطلابي في تنوير يعني بسيط حقه الرفاق يعرفوه من داخل مصادر المعلومات عند الحركة أفضل من إن يا أخي الناس تسمع إشاعات وتلفونات جانبية ورأي قد يكون إنه مضلل. الأمانة والتاريخ رفاق إنه الشيء الحاصل في الخرطوم بالتحديد إنه الرفاق في المركزية العامة والمجلس المركزي انتهت الدورة بتاعتهم وقبل ما انتهى الدورة كلكم عارفين إنه أخي الحركة أخذت مؤتمر أو لقاء تشاوري لإجازة الورقة بتاعت الحوار السوداني بالإضافة ل بعض اللوائح او الاشياء التنظيميه اللي بتخص الحركه بالتحديد. بموجب الكلام ده طلع نظام اساسي جديد معدل في 2021. بموجب هذا النظام الاساسي يجب انه كل قطاعات الحركه المختلفه انه تسيخ اللوائح بتاعتها عشان تكون شنو متناسبه او متوافقه مع النظام الاساسي للحركه تعديل 2021. الرفاق في المركزيه العامه والمجلس المركزي الدوم الفترة الكافية بتاعت الثلاثة شهور أساسي إنه يقوم يسيقوا اللائحة ويقوموا يقدموا مشروع بتاع لائحة جديدة وفشلوا تماما في إنهم يوفوا بالالتزام في الفترة دي بالتحديد. تم التمديد لهم تاني فترة بتاعت ثلاثة شهور على أساس إنهم يقدروا يسيقوا اللائحة ويقدموها وأيضا برضو فشلوا للمرة الثانية في إنه يقدموا مشروع بتاعت لائحة تكون تتوافق وتتناسخ مع النظام الأساسي المعدل في 2021. الحاجة البعدية طوالي اللجنة بتاعت الإشراف والمتابعة قدمت مشروع بتاعت لائحة للأمانة والتاريخ عشان ما يضلل الرأي للرفاق
في انه الحركه فرض علينا لائحه لا قدموا لهم ده مشروع بتاعت لائحه قابل للتعديل والحذف والاضافه. انتوا عليكم ان يا اخي تعرضوا المشروع ده كل المركزيات العامه وتقوموا ان يا اخي تدونا الفيدباك بالتحديد يعني شنو المحتاج اضافه شنو المحتاج انه يحذفوه واساس انه يا اخي يبقى مشروع بتاعت لائحه معدله ومتوافقه ومتناسقه مع النظام الاساسي الجديد. الرفاق برضو قالوا انه ما هيقدروا يمشوا باللائحه الجديده وده مشروع بتاعت لائحه فرض علينا وكده. اللجنه بتاعت الاشراف والمتابعه ومكتب الرئيس ادوهم الفرصه الكافيه. ايضا فشلوا في انهم ينزلوا اللائحه دي لكل الجامعات والمركزيات، فبالتالي وقت معاهم اجتماع مع اللجنه الاشرافيه ومكتب نائب الرئيس والمركزيه العامه والمجلس المركزي. من مخرجات الاجتماع انه تم حلهم الاثنين مع بعض، وفي لاحقا الحق هذا القرار بخطاب، وتم تكوين لجنه فنيه من الخريجين والفئات ومن الطلاب ومن بعض المكاتب المدنيه القريبين من الطلاب. اللجنه دي مهامها انه تقوم تستلم مواصله للمقطع الاول. الرفاق التزموا بالمخرجات وسلموا اللجنه الفنيه كل الوحدات والالتزامات اللي عندهم ومشوا لانه يا اخي عبوا الامناء بتاعين الجامعات السبعه ديل بالتحديد على جامعه ام درمان الاهليه. مش عبوا الامناء ديل بالتحديد والامناء وقعوا في فق انهم مشوا ساخوا خطاب، والخطاب ده في حد ذاته انه مخالفه للنظام الاساسي فيما يختص بواجبات العضو في مواد انتوا حتلقوها في النظام الاساسي، انه الرفاق دي لقوا في الفخ ده بالتحديد وطالوا في بخطاب في صياغته انه نحن لازم ترجعوا لنا المركزيه العامه والمجلس المركزي. بعد ذاك نحن اذا في عمليه بتاعت حل وغيره يبقى ما في كلام زي ده، انه هم سموا نفسهم تجمع اكس انا ما عارف شنو. وصراحة الرفاق وقعوا في مخالفة صريحة وواضحة في انهم يتمردوا على قرارات الحركة، يتمردوا على قرارات هم اقروا بنفسهم وشاركوا فيها وصنعوها. فالموسف اكثر من كده في انهم ما قادرين نعرف انه ياتي جسم الصراحة انه هو يعني واقف وراهم وشنو. أكيد اللي بيهمنا في الكلام ده إنه الحركة دي هي مشروع ومشروع واضح. دار يفرض عليهم ودار يسوي لهم، والطلاب برضه نبيهين جدا. طبعا ده كلام دبلوماسي، كلام كده ناي ما زي الكلام، ما زي نادر من النوادر الناس بيفهموا الكلام ده. فريق براس طوال يا زول، وقال لهم انتوا خالفتوا، انت ابنه هو يا طلاب خالفوا طالبات وانشقوا وعملوا اتجاه براب ذاته زي ناس حمزه هنا في باريس. قال لي يا زول فكك يا زول، انت وهم ولا شنو يا زول؟ دار تفرض علينا باسم الطلاب بغادي، ودار تفرض علينا في دارفور الناس ما تحمي نفسها، ودار تفرض علينا بتاع ده. بس ده حاجه كده، حاجه كده بس. انت عارف ده من الحاجات بتاع الطلاب، والزول الشغال هنا في مكتب بتاع فرنسا وقال لي يا اخي الكلام ده ما يسرب بس، لكن في تاني كم ديل ثلاثه باقي 22 من عبد الواحد ذاته جواه. بس انا حبشتك ده ما كلام ذاته، ده في ناس الكلام ده ما بيفهموا الكلام ده، دايرين اللايف التقليدي، لكن في ناس كتار وناس يو بيفتت عارفين وسامين الكلام ده. دير اكد لهم انه انا عندي تاني 22 ديل الخطيرات كله ديل كعبات، تعرفوني انه انا بعد قاعدين تنبذوني وتسوني ده كله حافظ لكم، بس دير اوريكم بس بتاع الطلاب ده بس حاجه، دير اكد لكم انه في داخلكم ذات زي الجنجويد مش كان بيسربوا المكالمات، انا قاعد في نصكم اوعكم تقلوا عدوكم. ما فكيت المكالمات الصوتيه الخطيره ديك حياتي ديك، حتى عبد الواحد ذاته جواها ديك ما فكيتها، فكيت لكم بس بتاع الطلاب ده حاجه كده. البرنامج اللي عملوه في الجامعات والخلافات وبتاع ويشقوا طريقهم ويشقوا بتاع والتفاصيل بس حاجه كده، داير اوريك انك انت ما في حاجه اسمه سر.
داير احب يشك كده بس، داير اخر يشك كده حاجه كده بس، قل ادبك تاني بس. الواحد شفته طول ضربه بس طول تاني. والله اجيب واقسم بالله اجيب 22 مكالمه صوتيه افككم حسده زي ما قال مكه، والله افككم طوبه طوبه. عمل حسابك يا زول، انا ما حبشتك، انا شغال في الجنجويد ده شغل عام، عرفت كلامي؟ اواكم تقلوا ادبكم، لكن الليله اقسم بالله ما تقوم تقلوا ادبكم هسه بفك ال 22 22 بقلب اللايف ده طالع هسه 22 مكالمه. انا صابر بس عاصر على نفسي. وجابوا لكم منو؟ جابوا لكم داك شفته الفلنجاي اللي قاعد في هناي ده، شفته في السعوديه، وده اسمه منو؟ ادم اللي قاعد في كندا. يوميا بيعبشني يوميا 22 ديل الخطيرات. عبد الواحد زادوا جوا، الناير زادوا قاعد جوا، الكلام اللي قاعد يقولوا في دارفور كله، وبتاع المعسكرات كله، وبتاع المكاتب بتاع اسرائيل وفرنسا كله، شت اي حاجه عندي. لكن شنو؟ بس احترموا نفسكم، تقلوا ادبكم علي، لان انا لازم افككم، بفككم الدنيا نهار، اعملوا حسابكم. بس حبشتك بحاجه بتاع الطلاب دي حاجه كده، في ناس ما فهموا الكلام ده ذاته، الكلام ده قاعد يقول شنو بتاع، ما بيقدروا يركبوه يسيقوا مع بعض كده ويركبوه الخلاف وين بتاع. لكن في ناس فاهمين الكلام ده، بس حاجه حبشتك كده انه ما في حاجه اسمه مكتب ولا حاجه اسمه كده ولا زفت ولا لا. في ناس قال لي فيكوا، لا لا لا، ده بس انا داير اوريهم حاجه كده انه انا قاعد معاكم جوا، شفت جوا جوا البرجو حقكم، شفت البرجو؟ تعرف البرجو؟ انا قاعد جوا البرجو. انت الجنجويت انا شتت افكاره مثلا، انت منو يا زول؟ احترم نفسك وتقل ادبك وخلي الناس يسلهوا ويجيبوا وطاطهم دي. شوف شغلتك على وين يا زول، شوف يو بيهفك على وين يا زول، عواطليه ساكت شماشه ساكت شغالين شنو يا زول؟ عواطليه ساكت يا زول، يعني هسي يعني تجاره تجاره.